من ايام عبد الناصر والقسم العربي في هيئه الاذاعه البريطانيه بيهاجم الدوله المصريه ويحط السم في العسل، والوثائق اللي بيتم الافراج عنها بتؤكد ذلك. لو مش عارف يا محمد روح اقرا. انا الاول لازم اشكرك يا استاذ نشأت اولا على البدله اللي انت لابسها جميله عجبتني. تاني حاجه، ايوه ابويا سماني ناصر على اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، دي حقيقه مطلقه وانا قلت الكلام ده كتير يعني، وده شيء لا يخجل يعني. ثانيا انت بتقول ان البي بي سي شغاله تبع الدوله البريطانيه تبع المخابرات البريطانيه، طب ما انت شغال تبع السيسي تبع المخابرات بتاع السيسي عادي يعني. يعني ايه الجديد يعني؟ يعني اذا كانت البي بي سي شغاله تبع دوله مملكه انجلترا اوكي تبع المخابرات الانجليزيه، طب ما انت شغال تبع دوله مصر وتبع مخابرات مصر، ايه القضيه يعني؟ مفيش مشاكل يعني. ثانيا انا مش محروق قوي على البي بي سي ولا حاجه يعني، انا زعلان انك انت زعلت على حاجه تافهه قوي، زعلت على انه حطوا السيسي جنب النخل، ودي فيها إشارة وإيحاء بأنه يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دواء.